السلام عليكم. اليوم راح نكونوا في طابع الاندلسي على آلة الموندولين. راح نديروا التوشيه طرمل المايا سي نلعبها كارثه كم ناس نتعلم. كما تعرف التوشيه مقسمه على اغصان. دوك حنا نسيو نديروا كل فيديو نديروا فيها غصن، يعني اون بارتي. نبداو بسم الله على البارتي الاولى. تتعاود هذا واش في الغصن الاول. هيا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله الغصن الثاني.